السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنشوف أسهل طريقة تعمل لينك ما بين البرنامج وملف إكسل موجود على جوجل درايف. فخلينا نبدأ. أول حاجة هتفتح الملف اللي موجود في جوجل درايف، هنفتحه عن طريق الجوجل شيت. بعد ما نفتحه من جوجل شيت هنعمل فايل publish to web، هنقول له هنا entire document لو في اكتر من شيت تحت، اوكي. بعد كده web page publish، هنختار اوكي. هناخد اللينك ده زي ما هو copy، ونيجي على ملف الباور بي اي، هنقول get data web، هنكتب هنا اللينك اوكي. هيبدأ الملف يظهر معاك الشيت اللي موجود. هو بيقترح عليك هنا في شيت اسمه تيبل 1، طبعا بيكون محتاج بعض التظبيط لما تفتحه. فهنا هنقول لود، هنيجي هنا على التيبل هنسميه كاش فلو، نيجي من زي ما اتعلمنا قبل كده، هنيجي على ترانسفورم داتا، هنقول له اعتبر ان اول حاجة هنمسح الرو ده ديليت توب رو اوكي 1. بعد كده هنقول له اعتبر اول رو عندي هو ال سوري يوز فيرست رو از هيدر، تمام. على سبيل التجربة يعني هنيجي نعمل هنا تشارت، هنيجي هنا نقول المانس في الشيرد اكسس ونختار مانسز، ونيجي على البادجت توتال كوست هنحطها في الكولوم فاليو، ونيجي على الكوميوليتيف بادجت توتال كوست نحطها في اللاين اوكي. طيب هنعمل سيف للفايل، كاش فلو، ونروح على ملف الاكسل على جوجل درايف ونعمل بعض التحديثات كده في الجدول. خليني هنا اعدل القيمة الاخيرة، سي هنقول هنا 2 مليون. ده بيساوي ده بعد ما خلصنا هنقفل الفايل، نرجع على ملف الباور بي اي ونقول له ريفرش، هنلاقي الرقم هنا اختلف بقى 2 مليون واللي قبليه 2 مليون نفس الكلام. طيب الفكرة دي ممكن نستغلها في ايه؟ ممكن تعمل ملف اونلاين، المهندس مثلا في السايت يعمل له ابديت وانت تستخدمه بشكل مباشر، مجرد ما يعمل ابديت في تحديث ملفك بدون ما تحتاج تاخد الملف عندك كل مرة او يكون عندك على الديسكتوب. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، شكرا.